البلاء إذا نزل عن، وثقوا بالله يا أخوان أسوق لكم أحداثا تتكرر، ليس حدث واحد، والمصائب والمشاكل تحوم حولنا. ولهذا فإن الباري عز وجل حينما فصل لنا في أمور في القرآن الكريم إنما أراد أن يحفظ كيان أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويحفظ روابطها، إنما المؤمنون إخوة، إذا كان المال يشتت أخوتنا فبئس ذلك المال. أكثر الأحيان تلك القلوب ما تنافرت وما تباغضت وما تحاسدت إلا أن داهمتها الدنيا وطرقت أبوابها، والقلوب مريضة والقلوب خاوية. إننا في حاجة إلى تعاليم الله. ولما نزلت هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هل تعلمون أن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم؟ وقيل أنها نزلت على قلب رسول الله قبل وفاته بثلاثة ساعات أو بثلاث ساعات، وعلى أصح الروايات أنها نزلت قبل وفاته بتسعة أيام. قال الصحابة ولم ينزل جبريل بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة لا يدرون أين يضعون هذه الآية بعدما رتبت السور ورتبت الآيات وانتهى الأمر كاملة، وإذا بآية تنزل وهي فريدة من نوعها، فريدة في نزولها، مستغرب وقت نزولها عند الصحابة. يا رسول الله هذا القرآن قد اكتمل، كتبناه وبوبناه ورتبناه كما نزل، أين نضعها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضعوها بين آية الربا وآية الدين. وتصور غرابة الأمر، واتقوا يوما حينما ترابون، واتقوا يوما حينما تقترضون ولا تتكاتبون. وهذا تحذير من رب العالمين، واستغرب الأمر، إشارة الترهيب من ذلك اليوم حينما تقترض، حينما تقترض من أخيك، حينما تقترض من صاحبك، يجب أن تتذكر يوم القيامة. الديان لا يموت، والدين معلق بذمتك. لو تبت فوق جبل عرفات ولو تبت عند باب الملتزم قد يتوب الله عليك من كل ذنب إلا حق الدين على العباد. يؤتى بك يوم القيامة على حافة بئر عمقه سقوط حجر فيه 70 خريفا في نار جهنم، ويؤتى بالدين فيلقى من فوهة البئر حتى يستمر 70 خريف حتى يصل إلى القعر، ويؤتى بك على حافة هذا البئر يقول يا فلان انظر ماذا ترى، فإذا به ينظر ما الذي أراه في القعر، يقول قالوا له هذا الدين الذي لم توفيه انزل وأت به، فيهوى به 70 خريفا في نار جهنم والعياذ بالله. والله لو أكلنا التراب وأكلنا الوحل ولا أن نأكل مال الحرام حينما نتعدى على أموال الناس. ليس هناك معونة من عند الله أعظم من معونة إنسان قد اقترض وأحب أن يسد الدين إلا وعانه الله على ذلك، ومن كان خلاف ذلك أفقره الله وجعل الفقر بين عينيه فلا يرى نور الغنى حتى يلقى الله. ولهذا يا أخوان من يدري أنك تلقى الله فجأة ولم تسد حقوق العباد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. انتبهوا يا أخوان،
ذكر الله ذلك اليوم مع آية الدين. أطول يوم في حياة الكون ما هو؟ يوم القيامة. أطول يوم يوم القيامة، وأطول آية آية الدين، فتناسب الترهيب بين أطول آية وأطول يوم. ودائما يا أخوانا اللي يظلم واللي ماطل يأخر يأخر يأخر، فربنا ذكر بيوم سوف يؤخره. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولهذا يا أخوان المؤمن حينما يؤدي التكليف والدين يريه الله خير ذلك. الآن يا أخوان في ناس معروفين بين الناس إذا أعطوا دينا كانوا أسرع في الوفاء، لو احتاج يوم من الأيام يجد آلاف المسلمين يتشرف أن يعطيه قرضا. أما الذي ينصب ويتحايل ويماطل حتى من لا يعرفه إذا طلب منه كأنه يقرأ في وجه أنه نصاب، يقول له أنا قلبي بداخلي ما مرتاح لك، معذرة. حتى لو لم يعرفوا سيماهم في وجوههم من شدة النصب والدجل والاحتيال. فلنحذر ذلك يا عباد الله ولنتق الله. وأريد أن أجعل تلك إشارة قبل الدخول في تفصيلات أحكام الدين، ولا مانع أن نطيل في ذلك لأن المشكلة قد عمت والمشكلة قد عظمت. ونحن يا إخوان نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أصحابه من المفلس، أترون من المفلس؟ الصحابة يعرفون من المفلس، قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة عنده عمل عنده حسنات، لكن أكل مال هذا وشتم هذا وسب هذا وهذا وهذا، فتؤخذ من حسناته لهذا وتؤخذ من حسنات، حتى إذا لم تبق له حسنة طرحت من سيئات الآخر على سيئاته، فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو من أهل جهنم. أعاذنا الله وأجارنا من قهر الدين أو من غلبة الدين وقهر الرجال. نسأله تعالى أن يبرئ ذمتنا من هذا وأن نلقاه، وليس في ذمتنا لأحد علينا حق، إنه القدير على ذلك والمستعان على ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.